وينت فايف ماي داي. ماي داي بيكون عباره عن ايه؟ فعايز يقول لك ان احنا ممكن مثلا نشرب شاي. شاي يعني تي تي. وكمان عندي يشرب. يشرب يعني درينك درينك. طيب حليب يعني ميلك ميلك. وكمان عندي ياكل ايت ايت. يبقى انا عندي ياكل ايت ويشرب درينك درينك. طيب عندي كمان خبز يعني بريد بريد بريد. وعندي يلعب play play play. يستمتع enjoy enjoy enjoy. وكمان منضدة أو ترابيزة table table table. طيب ساعة الحائط يعني clock clock. الصفحة اللي بعدها بيكلمك على daily routine الروتين اليومي بتاعنا. مثلا مثلا هنستيقظ من النوم يعني get up get up. get up معناها يستيقظ. طيب وكمان احنا بنفطر بقى have breakfast have breakfast. breakfast اللي هو ايه؟ اللي هو الفطار. هنشرب لبن بقى drink او هنشرب شاي بحليب مثلا drink tea with milk. الشاي بلبن اللي بتحبوه اسمه tea with milk. drink tea with milk هنشرب شاي بحليب. وبعد كده هنروح المدرسة go to school go to school. stand in a line stand in a line هنقف في الطابور stand in a line. play with friends معناها يلعب مع الأصدقاء play with friends. استمتع باليوم الدراسي يعني enjoy the school day enjoy the school day. يستمتع باليوم الدراسي. نروح البيت go home go home. كمان عندي هياكل الخبز eat bread eat bread eat bread. هنروح ننام بقى go to bed go to bed. وهو ده اسمه ايه؟ اسمه daily routine. daily routine معناها الروتين اليومي بتاع اللي احنا بنعمله كل يوم. نيجي بعد كده في part 2 بيقول لك telling the time. هنسأل بقى عن الوقت ونشوف هنعمل ايه. the long hand وعندي the short hand. long hand ده اللي بيكون مسؤول عن الدقايق. اما the short hand ده اللي بيكون مسؤول عن الساعات. طيب بيقول لك هنا لو انا عايز اقول الوقت الساعة كام؟ هنقول ايه؟ it's plus number plus o'clock. يعني مثلا دلوقتي الساعة 7 it's 7 o'clock. يبقى it's plus number plus o'clock. تمام؟ it's 6 o'clock it's 5 o'clock it's 4 o'clock. يبقى it's number o'clock it's number o'clock. لو انت عايز تقول اللي قدامك الساعة كام دلوقتي. على كده في جزئية مهمة جدا جدا بيقولك it's time for و it's time to. طيب it's time for بيجي بعدها اسم شيء. it's time for بيجي بعدها اسم شيء اللي انا بعمله. يعني مثلا it's 6:30 so it's time for breakfast. دلوقتي الساعه 6:30 لازم افطر دلوقتي. it's time for حاجه وقت الافطار. it's time for breakfast. يبقى انا حطيت breakfast بعد 4. طب لما انا هقول it's time to هحط اسم الشيء بقى ولا ايه؟ لا مش هتحط اسم الشيء هتحط فعل. it's time to مثلا go to bed. انا حطيت فعل اهو go. it's time to go to bed. خلاص بقى احنا لازم ننام. هنكمل مع بعض lesson 2. بيقول لك برضو daily routine الروتين اليومي get up get up يستيقظ go to school go to school برضو يذهب للمدرسة go home هيروح البيت go home. عندنا eat lunch eat lunch بياكل الغداء lunch يعني غداء. طيب عندي كمان say good night خلاص بقى تصبحوا على خير say good night تصبحوا على خير say good night تصبحوا على خير. عندي كمان go to sleep هنروح ننام بقى go to sleep هنروح ننام. عندي كمان pm و am جايب لك هنا بيقول لك am يعني صباحا am يعني صباحا يعني من بعد 12 بالليل اول ما تيجي 12 و5 كده احنا بقينا am صباحا من اول واحده لحد 12 تاني يوم الصبح احنا كده am اول ما بنعدي 12 في الظهر بعد الظهر كده احنا بنروح ل pm مساء يبقى am صباحا pm مساء. بعد كده ليه the present simple tense يعني المضارع البسيط. المضارع البسيط بيكون من ايه؟ طبعا انتوا عارفين الضمائر بتاعتكم he she at we they you كمان معانا I اللي هي معناها انا. طيب عايز يقول لك ان I we you they دول بعدهم احنا بنجيب الفعل بتاعنا في الانفينيتيف يعني في المصدر بدون اي اضافات خالص. يبقى بعد دول انا بعمل ايه؟
we you they ومعاهم اختهم I بنعمل ايه مع دول؟ بعدهم بيجي الفعل في الانفينيتيف في المصدر بدون اي اضافات. هل هي والشي والات بيجي بعدهم الفيرب بتاعي بيكون في الانفينيتيف بقى زي اللي فوق ولا ايه؟ لا الفيرب بتاعنا هنا بنزود يا اما اس يا اما اي اس على حسب نهايه الفعل بتاعي عامله ازاي. بيقول لك مثلا هاني جيتس اب. هاني بعد هاني هو هاني لو شلت احط ايه؟ احط هي. طيب هي احنا قلنا هي شي ات بعدهم بيجي ايه؟ بيجي بعدهم الفعل متزود يا اما اس يا اما اي اس. فبيقول لك هاني جيت ايه ده يا نزود ايه بقى؟ هنزود اس. هاني جيتس اب ات 6 o'clock a.m. هنلاحظ حاجه مهمه جدا جدا، بيقول لك الافعال اللي بتنتهي ب الاس اس والاس اتش والسي اتش والاو والاكس، لما افعالك تنتهي بحاجه من دول اعمل ايه بقى؟ هنزود ليها اي اس. زي مثلا عندك جو يذهب جو، تمام جو منتهيه بايه؟ منتهيه بالاو، يبقى احنا في الحاله دي هنزود اي اس تبقى جوز. كان بارت 3 وبيقول لك وات تايم از ات، هي الساعه كام؟ فبيقول لك اتس وبعدها بنجيب الساعه، اتس وبعدها بتيجي الساعه. وات تايم از ات، هي الساعه كام؟ قالت لك ات 7 o'clock. It's 7 o'clock. حط بقى AM أو PM على حسب التوقيت، هل صباحي أو مسائي. It's 7 o'clock. It's 6 o'clock. It's 5 o'clock. يبقى it's وبيجي بعدها الساعة. أما في part 3 بيقول لك talking about your day، اتكلم عن يومك. يا ترى أنت متأخر؟ هو متأخر يعني إيه؟ متأخر يعني late. Late. Late يعني متأخر. أمال سعيد يعني إيه؟ Happy. 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 وكمان ممكن نشوف فيلم watch a movie watch a movie watch a movie. وكمان عندي يحتاج need need need. وعندي كمان يصل arrive 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 يصل. وكمان عندي في الوقت المحدد بالضبط on time، يعني قلت له 5 جه 5 بالضبط مش 5:30 او 6. on time في الوقت المحدد، on time في الوقت المحدد. lesson 4 هو عبارة عن جزء فونكس جميل جدا جدا، بيقول لك ال PL مع بعض بيعملوا ساوند عامل ازاي. اولا ال P بتقول P وال L بتعمل pull، بس الاثنين دول مع بعض هيعملوا pull pull pull. 4 زي ايه مثلا؟ زي مثلا please pull please ارجوك من فضلك. وكمان عندي طائرة plane plain. وخلي بالك عندك magic e at the end، فعشان كده روحنا نطقنا ال a ب a زي ما هي، يعني اسمها a اوعى تقولها plan a، لا هي مش plan خالص، هي plain عشان عندي magic e في الاخر. plain طائرة. كمان عندي كوكب planet planet planet. وعندي كمان يلعب play 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 معناها يلعب. اما ال CL مع بعض هيعملوا ساوند عامل ازاي؟ اصلا ال C بتعمل ك ك وال L كانت بتعمل وول وول، والاثنين دول مع بعض هيقولوا cool cool cool. 4 مثلا عندي classroom classroom الفصل classroom. كمان عندي غائم cloudy، الجو كده مغيم قوي cloudy cloudy cloudy. وكمان عندي ساعة clock clock clock. وعندي كمان صلصال clay clay. لو عجبك درس النهاردة واستفدت به unit 5 مع primary 2 اوعى تنسى تحط لي follow like and share for more and more. الكومنت بتاعك يهمني جدا جدا، والفولو والسبسكرايب على قناة اليوتيوب يهمني اكتر بكتير. اشوفكم مرة جاية حلقة جديدة درس جديد. باي باي.